السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات في هذا فيديو جديد اللي غادي يكون إن شاء الله على العروض اللي كتكون عند بيم. فهاد الفيديو هذا إن شاء الله غادي نحاول نقسمه على جوج ديال الأجزاء، لأنه كيحمل عروض تخفيضية جهوية، يعني غادي تكون في جهة واحدة، وكاينة أيضا عروض وطنية. فهاد العروض راها متنوعة وكثيرة، وإن شاء الله خليكم معايا حتى الآخر باش تعرفوا العروض وتعرفوا أيضا المكان ديال العروض الجهوية في الفيديو او لا في صندوق الوصف الى بغيتو. فقبل ما نبدا بريزونطاسيون ديال العروض، كنشكركم دائما على التشجيعات ديالكم وعلى الاراء ديالكم اللي كنستافدوا منها حنا كاملين. وكنرحب بالناس الجدد اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالنا، كنقول لهم ما تنساوش باش تشاركوا وفعلوا الجرس، حتى ان شاء الله ديما غادي تلقاو جديد في القناه. فغادي نبداو على بركه الله باش نشوفوا العروض ان شاء الله. فاول حاجه كاين معنا، غادي نشوفوا هنايا في الصوره، كاين معنا مجموعه ديال ادوات الحمام، دي زاكسيسوار دو سال دو بان. بالنسبه لهاد لي زاكسيسوار هادو، راه كيتكونوا من 7 ديال لي بيس كيف غنشوفوا دابا في الصوره. فكاين حامل الفوطات، كاين واحد كبير، وكاين ايضا واحد متوسط وواحد صغير. فبالنسبه ايضا كاين حامل الورق الصحي، كاين ايضا حامل فرشاة الاسنان، زائد حامل الصابون، وكاين ايضا بحال نقول مثلا طاجيرة كدار فيها مثلا شابان جيل دوش هنايا كيف كتشوفوا في الصورة. فهذا هو ديال الفوطات كيف قلت لكم من قبل. بالنسبة لاخر شيتات ديال الاسنان اللي كيجي على شكل كاس، وكاينه هذيك على شكل طاجيرة كتهز مثلا فيها جيل دوش شامبوان اي حاجه على حسب الاستعمال ديالكم. وكاين ايضا حامل الصابون اللي بين، وكاين هاد الجوج هادو ديال صور فوطات كبار ولا صغار. فبالنسبه للثمن ديال هاد لي زاكسيسوار هادو كاملين، فكانوا دايرين 120 درهم تقريبا، وخلوهم ب 80 درهم، يعني من 2400 خلوهم ب 1600 درهم. فهادو ما يمشي بالكم بعيد، فهادو راه من البلاستيك ماشي مشي ماتير اخرى. كاين ايضا هاد المسحوق ديال الغسيل ديال لي ماشين اوتوماتيك، فهذا لا مارك بيل. كاين بعض الناس اللي تيقول لك راه خدم ليهم مزيان، وكاين بعض الناس اللي قال لك ما صدقش ليهم. فالغالبيه ديال الناس شكروه، وتتمنى الناس اللي ما صدقش ليهم يعطيونا الراي ديالو فيهم اكثر باش نعرفوا علاش. فبالنسبه للثمن ديال هذا، راه هذا كيف كتشوفوا في الصوره هنا 12 كيلو، ولكن هذا اللي حاطين في العروض ديال اللي دايرين في هذا العرض هذا، فهو ديال 6 كيلو، كان ديال 90 درهم وخلوه ب 85 درهم، يعني من 1800 خلوه ب 1700. كاين ايضا هاد اتاي النشوه اللي كان ديال 16 درهم، يعني 320، وخلوه ب 280 تقريبا، فيه 200 غرام. كاين ايضا حاويه ديال القمامه او لا بوبيل، هذه راه ديال 50 لتر كبيره ديال البلاستيك، فيها جوج ديال اللوينات. بالنسبه لها عندها واحد البيدال اللي كان بركو عليه برجل ديالنا، وكيتحل الباب ديالها بلا ما نقيسوه بالليد. بالنسبه للثمن ديالها، راه كانت دايره 150 درهم وخلوها ب 100 درهم، يعني من 3000 ريال خلوها ب 100 درهم، يعني 2000 ريال، نقصت فيها 50 درهم. كاين ايضا هذا الباك ديال الورق الصحي اللي تيتكون من 12 بياسه، بالنسبه للثمن ديالو راه كندير 20 درهم، يعني 400 ريال، وخلاو تقريبا 18 درهم، يعني من 400 خلاو 360. كاين ايضا مجموعه ديال جوج ديال الصينيات او لا جوج ديال البلاطوات من الجلد، هانتوما كيف كتشوفوا هنا في الصوره. فبالنسبه للديمونسيون ديالهم، فالصغير فيهم فيه 30 على 42 سنتيمتر، وبالنسبة للكبير فيه 35 على 49 سنتيمتر. فهادو كيف قلنا مصاوبين من الجلد. بالنسبة للثمن ديالهم، راه كانوا دايرين تقريبا 4000 ريال، وخلوهم غير ب 2600 ريال، يعني من 200 درهم تقريبا ل 130 درهم تقريبا. فلا شفتوا الارقام، راه ما كيكونوش هما هادوك، ولكن انا كنحاول كنعطيكم داكشي تقريبي. فكنشوفوا بعض المرات 129.90،
فلاش غنبقى نقولو حنا ديك فاصله، فنقولو 130 درهم. كاين معنا ايضا هاد المعجون المنظف بات لافونت ديال السيترون، ديال ايضا ديال الخزامه، فهذا كندير 11 درهم وخلوه ب 10 درهم، هذا ديال الكيلو. كاين ايضا معنا هاد التلفاز لايف ماكس، بالنسبه للكاليتي ديماج كيف الصوره فيه الترا اتش دي 4K، يعني اخر ما كاين بالنسبه للكاليتي ديماج. هذا كيف قلنا راه سمارت تي في، غادي تلقاو فيه نتفليكس، غتلقاو فيه ايضا فيسبوك تويتر واتساب اولا يوتيوب، وفيه واي فاي انتيغري بالنسبه للتي ان تي راه فيه، بالنسبه ايضا ريسبتور انتيغرا راه كاين فيه، فيه لاش دي مي، تقدروا مثلا فيه البورت في جي على حساب مثلا الا بغيتوا تقلبوا هاد التلفاز هذا تقلبوه على شكل اكرون بالنسبه للبي سي. وفيه الميزه ديال انكم تقدروا تكونيكتيو لي طابليت ديالكم مع اولا لي سمارت فون ديالكم مع التلفازه بلا ما تستعملوا لكابل ولا شي حاجه بطريقه سهله. فبالنسبه للثمن ديال هذا راه كندير 4500 درهم، يعني 90000 ريال، وخلوه ب 4000 درهم تقريبا هي 80000 ريال. بالنسبه ليه هو شحال فيه بوص؟ راه فيه 55 بوص، دونك راه الحجم ديالو كبير. كاين ايضا هذا الطبق التقديم اللي فيه زوج ديال لي زيتاجير ديكوري على هذا الشكل. بالنسبه للثمن ديالو راه كندير تقريبا واحد 170 درهم وخلوه ب 120 درهم، يعني تنقصات فيه 50 درهم، يعني من 3400 خلوه ب 2400. كاين ايضا هاد الطبق التقديم الخاص بالحلوى او بليغاطو، فالثمن ديالو راه كندير 150 درهم وخلوه ب 100 درهم. بالنسبه لهاد الطبق كيف تشوفوا راه تحت عنده ديك الرجل ديالو اللي كيتحط عليها، فكيف قلنا الثمن ديالو كندير 3000 ريال وخلوه ب 2000 ريال. باقي العروض اولا العروض اللي شفنا من الاول حتى الاخر هي هذه اللي قدامنا دابا كيف كنشوفوا هنا من جديد مع الاثمنه ديالها. كاين ايضا هذاك الدقيق اولا الطحين كيف كتشوفوا راه الثمن ديالو كندير 43 درهم ونص، يعني 870 وخلاو تقريبا 800 ريال، تنقصات فيه واحد 70 ريال، هذا راه ديال 10 كيلو. فهاد العروض هذه ان شاء الله غادي تكون ابتداء نوطيو عندكم، غادي تكون ابتداء من 24، يعني 3/24 شهر 11، حتى تسالي او لا حتى يسالي عندهم هاد ستوك. ديجا هاد المنطقه هادي اللي غادي نذكر معاكم دابا فهما كاينين ان شاء الله في الجهه ديال اليوسفيه، وواحد المنطقه كيسميوها سيدي مسعوده. فبالنسبه لهاد الجهه ديال اليوسفيه اللي عقلتو راه كانت تقريبا دابا شي 10 ايام كنا حطينا تقريبا نفس لي زارتيكل عليهم، فكنظن واقيلا ما تمشاوش ليهم اولا الناس ما كانش على علم بهاد العروض هذه، فراهم غادي يكونوا ابتداء من 24 حتى تسالي الستوك اللي عندهم. فغادي نمشيو دابا باش نشوفوا العروض الوطنيه اللي غادي تكون ان شاء الله نهار 3 1 ديسمبر، يعني واحد شهر 12. فاول حاجه كاين ان شاء الله كيف كتشوفوا قدامنا واحد المجموعه ديال 6 ديال الكيسان، 6 ديال الكيسان ديال اتاي كيف كتشوفوا الشكل ديالهم شكل تقليدي بحال الكيسان القدام اللي كانوا شحال هادي في القهاوي. فهادو كلهم كتلقاهم ملولين على هذا الشكل وكيهزو تقريبا 125 مليلتر، يعني بحال غنقولوا رابعه صغيره. بالنسبه للثمن ديالهم هما كاملين راه دايرين تقريبا واحد 46 درهم، يعني 920 ريال هما بسته. صراحه الثمن ديالهم شويه طالع ولكن على حساب الديزاين ديالهم وهذا، ف كنظن انا بزاف ديال الناس غيعجبوهم. كاين ايضا هاد الكيسان هادو اللي قدامنا 12 كاس ديال هادشي، كيهزو تقريبا 160 مليلتر، الثمن ديالهم راه دايرين 55 درهم تقريبا، يعني 1100. كاينين عاوتاني وحدين اخرين حتى هما 12 كاس اللي هما هادو اللي غادي نشوفو دابا، كيهزو 150 مليلتر، حتى هما 12 كاس كيف قلنا، حتى هما مديكورين على هاد الشكل. فهادو الثمن ديالهم دايرين 30 درهم، لا مارك كريستال. بالنسبه للاخرين اللي شفتو راه تقريبا دايرين 1100، اما هادو راه دايرين غير 600 ريال.
كاين ايضا واحد مجموعه ديال 6 ديال الكيسان ديال العصير اللي كيجيو فيهم زواقات على شكل او تصاور على شكل. هادو تقريبا دايرين 30 درهم، يعني 600 ريال، وكيهزو 280 مليلتر. كيف قلنا 6 ديال الكيسان ب 600 ريال. كاين عاوتاني واحد 6 ديال الكيسان ديال العصير اللي كيجيو على هاد الشكل تا هما، هادو كيهزو تقريبا 220 مليلتر. بالنسبة للثمن ديالهم راه دايرين 60 درهم، يعني بحال غنقولو كل كاس ب 10 ديال الدراهم. 60 درهم هي 1200. كاين معانا ايضا مجموعة ديال 6 ديال الكيسان ديال الماء اللي كيهزو تقريبا 245 مليلتر، يعني 4 إيترو، فهادو دايرين 40 درهم، يعني 800 ريال. 6 ديال الكيسان وكيجيو ملولين. كاين عاوتاني 6 ديال الكيسان ديال الماء اللي كيكونو طوال، هادو كيهزو 290 مليلتر، هادو بستة دايرين ب 700 ريال، 35 درهم تقريبا. كاين ايضا 6 ديال الكيسان خاصين بالعصير او للموناضة، فهادو راه دايرين 800 ريال، يعني 40 درهم تقريبا. وكاينين عاوتاني 6 ديال الكيسان صغار خاصين بالقهوة، فهادو كيكونوا بزاف في القهاوي، هادو راه بستة دايرين تقريبا 13 درهم، يعني 260. وكاينين ايضا 3 الكيسان اللي على هاد الشكل هذا كيهزو تقريبا 260 مليلتر، فهادو دايرين 16 درهم تقريبا، يعني 320 ريال. فهاد العروض كيف قلت لكم من قبل فهي عروض وطنية، غادي تكون ان شاء الله ابتداء من 3/1 ديسمبر، يعني 3/1 شهر 12. فهاد العروض غادي تكون ان شاء الله في المغرب كامل. بالنسبة للعروض الاولى اللي شفتو راها جهوية، وغادي تكون غير في المنطقة اللي قلت لكم، وغادي نخلي لكم ايضا المنطقة في صندوق الوصف بالنسبة للناس اللي ما عقلوش عليها. تنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم اكثر، وقدرت نوصل لكم المعلومه كيف ما هي. بالنسبه للناس اللي مجربين شي حاجه او اللي عنده راي في شي حاجه فمرحبا به، وتنتمنى الناس اللي اول مره تشوفوا القناه ديالنا ما ينساوش انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس. وان شاء الله الا كانوا شي عروض اخرى سواء جهويه ولا وطنيه فانا غادي نحاول نشاركها معكم في القريب العاجل ان شاء الله. غير خليكم دائما في الموعد. هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا اليوم، تبارك الله عليكم.